حاجه في الالاستيك تيشو المره دي. حاجه في مين؟ ها استناني بقى. احنا اتفقنا اتفاق ان المشكله ليس ابدا في الكولاجين خلاص، ده فين؟ ها في الديرمس. وانت ونصيبك مره كولاجين مره بتاع مره هنا، المره دي في الالاستيك تيشو. قبل ما نتكلم كلنا عارفين ايه حكايه الالاستيك تيشو ده، ده مسؤول عن الالاستيستي اوف ذا ايه السكن. ونحن لما نتعرض للشمس كتير ممكن يحصل فيه ايه، حاجه اسمها سولار الاستوزيس، حاجه اسمها سولار ايه الاستوزيس. وناخد بالنا من حاجه ان السولار الاستوزيس ده ماله السولار الاستوزيس ده يا رب. السولار الاستوزيس ده حاجه تبع الفوتو ايجنج، يعني مده التعرض للشمس وكده يعمل لك كده. هم لو حقيقه جدا، في واحد بص على المخاطر في النص الصح، في واحد بيتعرض للشمس كتير اسمها ايه دي؟ كرونيك سان اكسبوجر. خد بالك الحاجات دي محتاجه تعرض كتير للشمس، مش مثلا قاعدين دقيقه في الشمس تقول ده انا جالي مش عارف ايه. لا احنا عايزين يكون في تعرض كتير للشمس. طيب ده كلام جميل جدا. يعمل ايه تعرض الشمس كتير؟ يعمل دامج في الالاستيك فايبر. لحد هنا اسمها سولار ايه؟ احيانا بقى ركزوا معايا، الالاستيك تيشو ديجنريتد ده الجسم يبص له على انه هيغلب، ويبقى هو ده التغير اللي حصل في مين؟ فيجي ياكله ويحوطه ويعمل بلاسيتنج جرانيوما حوالين المشكله دي. لما الكلام ده يحصل يروحوا مسميين الجرانيوما دي اسم ايه؟ اسم ايه؟ اسم سهل وقديم ومحدش بيقوله كتير، اكتينيك جرانيوما. ليه؟ عشان هي بسبب الشمس. مكتوبة في الأكتينيك جرانيوما عشان هي سبب ايه؟ أمال ليه الاسم الجديد اللي هو كله بقى بيقوله دلوقتي؟ اسم بيوصف اللي حصل. أنيولار، يعني ايه أنيولار؟ هيبقى شكلها أنيولار. إلاسميوليك، مين يترجم؟ أنيولار إلاستوليتيك جاينت سيل جرانيولوما. جاينت سيل بعدين عندي الجرانيوما فيها. جاينت سيل جرانيولوما يعني جرانيولوما بس. هو عايز يقول لك الفلاح كده، دي الجرانيولوما اللي حصلت بسبب ان الالاستيك تيشو اتكسر وكناه، ولما كناه وعملنا ليه نعمل بس خلاص بيوصف اللي حصل كده. فهمت ولا ما فهمتوش؟ المرض ده بيقول لك اكتر في الستات برضو، بس اهم حاجه ان تيجي في الناس اللي بتتعرض للشمس ايه كتير، صح؟ تيجي في المناطق المشمسه. وبعدين يقول لك تيجي اكتر في الناس الفير سكين. ليه؟ بص يا جماعه مشاكل الشمس كلها تيجي في الفير سكين. الناس اللي هم مثلا تايب 6 ده ولا حاجه، يروح الشمس ويرجع مش حاجه. ولا بيجمنتيشن، خلاص هو اخر بيجمنتيشن. ولا رينكل، مفيش، لان هو الديرمس حميل جدا. يا جماعه افهموا حاجه، التغيرات بتحصل في الديرمس والميلانين موجود في الابيديرمس. فالميلانين اللي في الابيديرمس حامل الديرمس بتاعه ده كله. عشان كده يا جماعه افهموا حاجه، الايجنج بيبان متاخر قوي قوي في الناس الدارك سكين، الناس السمر والناس الدارك سكين الايجنج عندهم متاخر. كده مثلا تشوف الناس الافريكان وكده تلاقي عنده 7000 سنه مثلا، 7000 سنه وعادي جدا جلده مشدود وكل حاجه، لان هو الابيديرمس حاميه. غير بقى الناس الفير سكين هي بس يخلص الماستر من هنا ربنا يكرمه بس كده، وتلاقي مثلا رايح ايه مسندينه كده يستلم الشهاده انني اشكر واعرف ايه. يلا عاوز ليه؟ الابيديرمس بتاعه فاضي ما فيهوش حاجه، مفيش ميلانين، فالابيديرمس مكشوف بالكولاجين بالبلاستيك وكل حاجه. فين في الحته دي؟ عرفنا المخطط اللي بيحصل، كلام سهل جدا. على فكره دي امراض بقى تافهه وصغيره واي كلام. نيجي بعد كده للحاجه اللي عايزين نتكلم عنها. خلاص سهل جدا. المرض ده بيجي في الوش والاطراف. يا سلام. عادي جدا، حته تكون اكسبوز للشمس. ويجي انيولار، ويجي ايه؟ انيولار، مين يبص مره في الوش مره في الذراع؟ عادي جدا. يجي في الحته الاكسبوز. ويبقى انيولار عامل زي مين؟ هي هي ملك الوش، هو اللي في حاله انيولار دي في الوش ينفع ولا ما ينفعش؟ عشان سانك سبوت. في الدراع وفي الرجل ينفع ولا ما ينفعش؟ سانك سبوت. في بس كلمه عايز اقولها لك لله، ممكن تكتبها في ايدك كده عشان ما تنساهاش. في ناس بيقولوا دي جرانيولوما انيولار بس معموله المره دي بايه؟ الشمس. معموله بايه؟ الشمس.
صراحه بيني وبينك كمرض ودمار، بس هي شبهها جدا كلينيكا. بس جرانيوما انيولار الاي دي بتاعها بيبقى في كده زي يعني محسوس عالي تحت عالي جدا. بس رأيي انا بروح بس بمبدا يعني الثقافه كده اكتبوها على جنب. في ناس بتقول ان الجرانيوما انيولار او الاكتينيك جرانيوما دي عباره عن جرانيوما انيولار بس بالشمس، صح؟ مفهوم اللي انا بقوله ده؟ بس بالظبط، بس ده رأيي كده بقوله. بس تعالى بقى هنيجي ناخد عينه من الريزد بوردر ده، مين شاطر يقول لي هنلاقي ايه بالفهم كده؟ ها؟ ولا هنلاقي جرانيوما يا ابن انت، ها؟ بلسين جرانيوما يا ابن انت، محوطه ايه؟ محوطه الاستيك فايبر ديجنريشن. بس قول بس في مفاجاه، الالاستيك فايبر ديجنريشن دي مش بتتعمل بالشكل العادي. انا متوقع ما انا هقول لكم ده ممكن الناس تبص لنا شويه عشان اشرح لكم حاجه. الناس تبص لي انا متوقع ان الاقي الالاستيك تيشو اتكسر بسبب كرونيك ساينس بوي، ومتوقع ان الاقي ماكروفاشكاليتو. هذه كلمه بمليون جنيه، كلاستروفاجوسايتوس. مين شاف الكلمه دي؟ بالبورد عندك وتعلم عليها وكل حاجه تمام. كلمه الاستو فاجوسايتوس في الباثولوجي بحط حطينها في السنه. الله يخليك، ده انت على دماغك من فوق. والالاستو فاجوسايتوس ده تلاقي جنبها ام سي كيو كمان. دي كلمه بمليون جنيه، اهم كلمه في الدنيا كلمه الاستو فاجو. ايه مين كتب عليها؟ مهم اصل لك بقى السنه دي فاينل الحاجات دي وقول لي مثال ليها، صح؟ الاستو فاجو كله ولا حاجه. فاجو سايتوس او جينيريت الاستو من هو السليم حاجه ليه نسيب حاجه صح؟ كل حاجه ورا لا يعني في الديجنريت. ده بيحصل فينا. ده السؤال اللي بعده، بيحصل في الاكتينيك جرانيوم ولا لا؟ يا دكتور احنا خدناه تيومر فين؟ ها؟ في حاجه اسمها جرانيوم سلاك سكين سيندروم. نوع من انواع الام اف بالظبط. طبعا انت ناسي وخايف وبتاع، فانا هعمل ايه بالظبط؟ صح يا جدعان. ده المرافع فكرت انا بالكلام ده اسمه هيدو كورتيس او اللي هو اسمشن يعني. مكتوب ايه في المربع؟ اذر ديسوردر كاركترايزد باي ايه؟ اللي هو الهيستو باثولوجيكال سكريبشن اللي مش حد شافه، اللي هو ايه؟ انا عايز امراض اخرى لما اجي ابص في الشريحه الاقي لاستيك تيشو متكسر واحنا واكلينه. ده بيحصل في مرضيه كوبات. رقم واحد اكتينيك جرانيوما بتاعتي. رقم اثنين نوع من انواع الام ام اف خدناه اسمه جرانيوما سلاك سكين. ولو احيانا بقى بعض الامراض احيانا بتجيبهم انيولار احيانا ما اعرفش ايه. واللي عايز يتعلم اكتر هتلاقي في بيبر عن الموضوع ده اسمه الاستو فاجو سايتوس. ماشي؟ كل ياخد باله من البيبر. ماشي؟ حد فاهم حاجه؟ يبقى اذا ما هي الامراض الاخرى او ايه الامراض اللي هي الظاهره دي؟ طيب في بس مشكله كمان عايز اقولها. احنا اتعلمنا مع بعض ان الالاستيك تيشو مش بيبان بالاتش ان دي العادي، فلازم اعمل له سبيشالستين اسمها اورسين اسمها فيرهوف فان جيسون. بص بقى في صوره ناحيه الشمال في الباثولوجي بالازرق والاحمر، ودي صوره عاديه وانا مش فاهم منها حاجه. قلت طيب تعالى نعمل سبيشالستين ناحيه اليمين. لو حد لقى بس الصوره اللي هي ناحيه الشمال يا رب معلش، هتلاقي ايه؟ هتلاقي صوره النصين، نص ناحيه اليمين كده ونص. شوف البوم ده الاسم الواحد هنا مفيش ايه؟ البوم ده هنا فين الاستيك تيشو؟ اللي هي البوم ده. طب هو ايه الاتشن اللي يخلينا نشوف اصلا الاستيك تيشو؟ وكان في حاجات هبقى اوريك بس يعني دي عايزه عين هبقى لك عليها شويه كده. يعني مين يبص على اللي شايفين؟ الناحيه دي فاضيه. الصوره قسمها نصين. عارف انت احيانا مثلا تعمل ايه؟ نص سنتيميه ونص يعني مثلا احيانا كده. النص ناحيه الشمال تلاقي فيه الياف براون كده باينه جدا. دي الالاستيك تيشو. النص ناحيه اليمين تلاقيه فاضي. لا هي بس بيعملوا ملبن، هم بيعملوا ملبن مثلا تلاقي ملبن نص كده احمر ونص ابيض مثلا نص اصفر. طب هو الليجن ده لو جيت في الفيس ما يبقاش شبه الاكتينيك لايكن؟ دوكا بيجن. مش دي. ماشي هنا ادي دي ادي شايفين الفايبر هنا بقى مين يفهم ده؟ طبعا انت عملت ده كل حاجه. ها البنات والعيال كده كله عيالين دلوقتي في دور بقى رهيب رهيب والله. حد فين حاجه؟
يبقى انت بالعلام كده هتقول ايه؟ واحده واحده كده قلنا دكتور دي جرانيولوم وبلسيني وفي الاستيك فايبر ديجنريشن بيتر فيجواليز باي اورسين مش عارف بيرو بعدين وفي كلمه جميله قوي اسمها الاستيك فايبر ايه؟ وممكن الاقي جاينت سيل بقى جواها برضو الاستيك تيشو عادي جدا. ما هي الجاينت سيل عباره عن ايه؟ عباره عن ماكروفاج واتجمعت مع بعض فانا جمعتهم مع بعض ومن هنا جاء العنوان. العنوان كان اسمه انجلر لان هي كلينيكال ايه؟ لا ما انا هنا جايب لك صوره فوكس يعني هي هنا جايبه دي البوردر اللي هي جايبه النورمال سكين مثلا بره لما تكملي على كده زي كده يعني اللي حته ده جايب كده اللي اسمعيني بس الحته اللي جوه دي الحته اللي بايظه اللي هو بعدين اللي فيها الاستيك تيشو مش موجود والخلايا اللي بره دي ده ريم كده طبعا دي انا طبعا قدرت اعمل كده اقرب عشان ايه يعني هي عامله كده بصوا لي هنا هي دايره كبيره كده ده الاكتيف والدنيا بايظه جوه فانا خدت السكشن ده بس كده هذه حته متدمره خالص وحته لسه فيها الاستيك وفاجوسايت كمان شويه تتدمر وتطلع واحده فالصوره عامله كلوزر فيو لا دي سليمه دي يا بنتي تعالي بالناس غلط طالما الفايبر باينه في الجنريت جوه الفايبر اللي فراغات لا ده الفايبر العكس بقى ما عندنا بقى بقول اهو مش اللي جوه دي فاضيه يعني فاضيه مش الاستيك تيشن تتكسر ده من براس اللي هي بره دي اللي باينه سليمه فانا هنا جاي فوكس على البورد حاجه هي دي جاينت سيل اللي عليها دي جاينت سيل خفيفه دراسه بيشو بريتشن دي بنزله بس لو حد واحد لقط دي عليها دي عندها طيب ملهاش دعوه عملنا دي شكل وخلاص ولا انت فاهم حاجه ولا الكلام مش كده هي عندها ارمر ما عنديش عندها جاينت وانا خير ما تبصلهاش في الارمر بتاعها سريع خلاص حد لا نقول تاني الحته اللي ناحيه اليمين في الصوره اللي ما فيهاش ناس تجيش الحته اللي بايظه يا جماعه الحته حصلت مش باين لكن الناحيه اللي سليمه يعني فدي جايه من الايدج كده اللي هو لسه فيه اكتيفيتي لكن جوه الدنيا اتدمرت المهم احنا قلنا هنفرقها من ايه؟ من جرنوما انيولار ومن كل الاشياء الانيولار بالمرض. طبعا لما تيأس خالص الحل بتاعنا هو الباثولوجي. لان انا اصلا الجرانيوما زي ما قلت انا خلاص احنا قررنا نخلص يعني الجرانيوما اصلا مصطلح ايه؟ باثولوجي وبيناه كده مصطلح باثولوجي بس بيناه. يعني ايه مصطلح باثولوجي؟ يعني انا تشخيصه وفهمه في الباثولوجي والله لقيت ميوسين يبقى تكتم الجرانيوما انيولار. لقيت الاستيك تيشو ديجنريشن ولقيت فاجوسايتوزيس يبقى خلاص اكتمت طبعا الكورس المره ده طبعا هسيبه هيكفي لوحده بس طبعا هيسيب مكانه سكار او يسيب مكانه شكل قصدي بيجنتي او حاجات زي كده. المرض ده علاجه صعب لان اللي حصل فانت الامل كله في البريفنشن يعني ايه؟ تقول طب بص بقى تاخد سان سكرين وحاجات عشان الموضوع ما ينزلش اكتر من كده وتبعد عن الشمس قبل الليل كامل. كده خدنا كام نوع؟ ثلاثه من خمسة. بص لو في ميوسين فايبروزس الاستيك تيشو ديجنريشن ثاني ولا الاستيك خلاص نيجي للنوع الرابع لا بس هنا بقى مدينا نصيحة الشمس الجرانيوما انيولار اللي بالعكس ممكن الشمس تبقى مفيدة ليها احيانا يعني احنا مش عارفين بالضبط بس انا قصدي ده حاجة ودي حاجة ساعتها لازم ياخد باله من الفوتو بروتكشن لحد ما يخف الواحد بيحصل ريزوليوشن ديجن بس مكانه بيجمنتيشن حاجه بتاعه شمس يعني عشان كده ممكن ندي توكر الدنويد شويه توكر الدنويد بيحسن شويه مع الشد مع الكولاجين مش عارف ايه بس هو اللي حصل في الغالب حصل يعني فانت اهم حاجه نعرف ايه هو ونمنع السبيرز